سيجاره يتعب الكسب صداره عالم البزنس شطاره يا هذا البزنس كفو الوقت من دونه واحسب اني تناسيته وثاري طاري العشاء يصحي جمرة فيني سألني الشايب من أكثر شخص حبيته وضحكت قلت دخيلك يا عمي لا تبكيني سلام عليكم سلام يا هلا هلا في كل وافي وكل من لقى الصافي هلا 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 فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو في صوت معلي معاكم أخوكم أحمد العوض ممثل متذوق للشعر يحب ركوب الخيل لكن دائما أطيح منه والله الحمد وأحب أقول القصص المفيدة سواء من تجربتي أو من تجربة غيري من تجربة هذه قصة يعني سريعة على السريع قبل 5 سنين كنت والله ما أملك إلا 10 ريال ولله الحمد بعد 5 سنين صرت مطلوب 100,000 السلام عليكم جميل تقييمك البرنامج كاريزما في غير السؤال هذا صراحة سؤال يعني تقييم مش كم أعرف أجامل بس فعلا برنامج عليه الكلام على قولته قد قبل 5 سنين قصة يعني هذا والآن ما أملك ولا شيء 10 ريال وشغلت على نفسي وبعد 5 سنين صرت مطلوب 100,000 قصة بس انت مطلوب 100,000 وحالك حاله فما اقدر اتكلم وياك تفضل مع الشباب خلاص بعد ازيد همك خلك معي خلك معي تعال سدد معي بعد نعيد شفت لا تيأس اهم شيء لا تيأس ايوه نعيد ثاني مره من اول وجديد خلاص روح عند الشباب روح مره ما تساعد لا 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 مره لا 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 خلاص دين انت فيك اللي كافيه دين طيب فيك اللي كافيه كثير اجيب كثير لا 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 خلاص فيك اللي كافيه تفضل مع الشباب تفضل عند اخوياك خلاص انتهى مرة والله انتهى ما في لا مساعده ولا شيء يا حبيبي انتهى خلاص مو انت جاي برنامج بزنس ايه طيب تاجر عندي خبره جيد عندي خبره زين وش خبرتك استحيت ايه يا بشوف تبي من خبرتي وش خبرتي الفاشله ولا الناجحه لا الناجحه الناجحه شوف احنا يعني يقول لك قبل 5 سنين خلاص خلصنا من السالفه اشتغلنا دقيقه انت تبي زكي اشتغلنا والله الحمد لله كنا ابشر بساعتك راح انصحك جميع النصائح باذن الله لان طبقت على نفسي راح تكون لك شف مجانا ولا ابي منك شيء بعلمك شيء وش اتوقع ايه من اول اسبوعين 3 ايوه اتوقع اه اتوقع يخوفني ايوه اتوقع وش اتوقع قل لي ما ادري اني مروح لا 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 ان شاء الله انك بتملي 90 يوم أعطيك باذن الله وعلمك باذن الله بلاش ما انت بتحصلها ما حد يعطي بلاش بالايام صحيح بلاش صحيح يا سلام تفضل عند السلام الله يعطيك العافيه حبيب اخوي حياك الله يا هلا فيك والله العظيم نصايح ها والله